أهلا بكم من جديد. باتيلي يشكك في التزام أطراف الحوار بوحدة ليبيا ويدعوهم للتخلي عن شروطهم ويرى وسيلة لإبقاء الوضع الحالي لصالحهم ويشدد على تشكيل حكومة موحدة نحو الانتخابات. حفتر وعقيلة يشترطان حضور الحكومتين أو غيابهما، أما تكالا فيريد نسخة القوانين الأقدم، والدبيبة يريد الإشراف على الانتخابات، وباتيلي يدعو للتخلي عن الشروط ويحذر من المبادرات الموازية. أما الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا فتدفع بالأطراف لتسمية ممثليهم والحوار دون شروط، بينما روسيا تحذر من الإملاءات والخطوات المشددة على المتحاورين. فما الذي سيترتب على اتهامات باتيلي؟ وفي أي مرحلة نحن من الانسداد؟ ولماذا لم يتنازل الأطراف عن شروطهم؟ ولما لم يلبها باتيلي؟ وما هي المبادرات الموازية التي يقصدها بالتحذير؟ وما فرصه أمام أو فرصها أمام فرصه؟ وما أدواته للضغط؟ ولماذا لم يقدم أي خطة للتقدم واكتفى بمجرد الدعوة؟ إذن للإجابة على هذه الأسئلة مشاهدينا وغيرها أرحب بضيوفي في حوارية الليلة. ينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية إبراهيم هيبة، عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المحلل السياسي صلاح البكوش، وعبر سكايب من باريس أستاذ العلاقات الدولية صلاح القادري. أهلا وسهلا بكم ضيوفي جميعا. إذن أبدأ معك سيد هيبة. باتيلي اتهم أطراف الطاولة الأربعة بالتمسك باشتراطاتهم رغبة منهم في إبقاء الوضع الحالي لأنه في صالحهم كما يقول هنا. ما الذي يترتب على هذه الاتهامات في نظرك سيد هيبة؟ أهلا بك سيدة مروة، أهلا بضيوفك الكرام وكل المشاهدين. يعني هو أنا في تقديري يعني هو ربما قد خان توصيفا أعتقد السيد باتيلي، وأعتقد أنه عبر بشكل أو بآخر عن أن جهوده حتى الآن لم تفضي إلى شيء، لم تنجح جهوده حتى في الحصول على موافقة القوى السياسية على الاجتماع حول طاولة الحوار من أجل الخروج من هذا المأزق. ولكن في حقيقة الأمر هو أن الموضوع هو أعمق من هذا التوصيف، وهو في تقديري أن هناك نوع من التوازن اليوم في القوى، سواء كان القوى السياسية أو القوى الدستورية أو القوى العسكرية الموجودة على الأرض، وبالتالي نتيجة هذه العوامل اللي هي أسسها نظام الصخيرات أو اتفاق الصخيرات اللي تم تعديله في جنيف خلق نوع من آليات للعمل السياسي تقود إلى التعطيل وخلق نوع من الجمود السياسي. وهذا حقيقة الأمر ربما يدل على أن هذا أيضا يصب في مصلحة القوى السياسية المتناحرة، وهو أنه بما أن كل طرف لا يزال متشبث برأيه، وبما أن الخارطة الطريق المطروحة هي قائمة على أساس المعادلة الصفرية، فبالتالي لا يرغب أي طرف من الأطراف السياسية بخسارة يعني مواقعه السياسية والقوى السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تمتع بها، وبالتالي خلقت هذه الظروف كلها ظروف مواتية للممانعة، وبالتالي استمرار الوضع على ما هو عليه ربما في نهاية المطاف يخدم القوى السياسية. وبالتالي أنا في تقديري أن الجانب المهم في خطاب السيد باتيلي اليوم وهو يقول أنه لا يوجد حل في الأفق القريب وأن الأطراف السياسية المتناحرة لا تزال يعني متشددة. سيد هيبة، السؤال الذي يطرح هنا هو حول وزن هذه الاتهامات حينما يكررها ويقدمها المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن. أنا أعتقد أن مجلس الأمن أيضا منقسم، لو لاحظت الكلمات الأساسية على أقل تقدير كلمة المندوب الروسي والمندوب الأمريكي، أنا أعتقد أنه من الواضح أن هناك يعني خطاب متشدد وهناك حدية في الخطاب ما بين الاتحاد الروسي. نعم، هذا المحور مؤجل، هو المحور الدولي سيد هيبة، لكن في المجمل لم يترتب على هذه الاتهامات شيء في نظرك بطرحها أمام مجلس الأمن؟ لا أعتقد أنها ستفضي إلى أي شيء. أنا أعتقد أن السيد باتيلي سيستمر في جهوده اللي في تقديري ربما لن تقود إلى شيء، لأن أعتقد أن السيد باتيلي ليست لديه الخبرة الكافية للتعامل مع الوضع الليبي،
أنا أعتقد أنه قصر التحاور والمفاوضات على القوى السياسية هو قرار خاطئ، بالإضافة إلى أن الأطراف اللي هو يرغب في أن تشارك في الحوار، أنا أعتقد أن اختياراته كانت خاطئة أيضا، ولم يحسن اختيار تلك القوى السياسية. وأنا أعتقد أن سابقته السيدة ستيفاني كانت أكثر منه براعة وأكثر منه حنكة وخبرة في الملف الليبي، وتمكنت من جمع القوى السياسية، طيب اسمح لي، والموضوع قدم نحو وضع جديد، ربما لم يكن مثاليا ولكن تمكنت من تغيير الوضع نعم. السياسي اسمح السابق. لي إذن للاستفاضة أكثر في هذه النقطة مع السيد صلاح البكوش. سيد صلاح، فيض وسيل من الاتهامات ساقه باتيلي أمام مجلس الأمن، وقال ربما بأن مواقف هذه الأطراف، هنا قوله، من الحوار تشكك في التزامهم بوحدة ليبيا ومستقبلها. في المقابل نرى هذه الأطراف تدعو باتجاه إنجاح وإنجاز الانتخابات. السؤال هنا، إلى أي مدى تبدو تلك الاتهامات من المبعوث الأممي حقيقية، أو ربما بلغة أوضح، ما المسافة هنا بين خطاب هؤلاء القادة وبين الواقع، أو مواقفهم بالأحرى؟ أعتقد أن المواقف تتكلم بأكثر وضوح عن موقفهم عن ما يقولون بأنهم يريدون. يعني على سبيل المثال، ما يقوله باسيلي ليس بجديد. يعني نذكر نحن في إفادة غسان سلامة إلى مجلس الأمن في نوفمبر 2018، قال لهم بالحرف الواحد، قال لهم أن هذه الأطراف تعتبر المجلسية، يتحدث عن مجلس الدولة ومجلس النواب، تعتبر الانتخابات تهديدا مباشرا، وستقاوم هذه الانتخابات بكل ما أوتيت من قوة. هذه غسان سلامة. ستيفاني ويليامز قالت هذه الأجسام انتهت صلاحيتها، وهي عقبة كأداة في طريق التحول إلى نظام أكثر شرعية ومشروعية، وهو يؤكد ذلك الآن بعد أن أحبطت جميع محاولاته. أعتقد أن توصيفه لما يقوم به مجلس النواب ومجلس الدولة وحفتر والرئاسي وما ذلك صحيح، ولكن القضية أعتقد أن الآن أن الأمر بيد الليبيين، وكما قال إبراهيم المجتمع الدولي منقسم، وعلى الليبيون أن ينقذوا بلدهم إن أرادوا ذلك، أو يستطيعون أن ينامون كما يفعلون الآن ويتحدثون عن المؤامرات وعن المجتمع الدولي ما يبيش ليبيا تنجح، والمجتمع الدولي يريدنا أن ننقسم ولا يريد استقرار. لكن الموقف، اسمح لي سيد صلاح، نعم الموقف ربما تطور من عهد غسان سلامة، لكن اليوم كيف ترى موقف باتيلي هذا المشكك ربما في رغبة أو في إرادة والتزام هذه الأطراف بالسير تجاه وحدة ليبيا ومستقبلها؟ أنا لا أرى أي تطور من غسان سلامة. غسان سلامة تحدث عن الأطراف الموجودة الآن، وتحدث عنها بنفس الطريقة التي تحدث عنها باسيلي اليوم، وحاول غسان سلامة عن طريق المؤتمر الجامعي الذي كان ينوي أن أو وضع أسسه في أبريل قبل أن يهجم حفتر على طرابلس، وتبعته ستيفاني ويليامز بفكرة المؤتمر الموسع، وهذا ما حاول أن يقوم به باسيلي عن طريق اللجنة رفيعة المستوى الموسعة التي تشترك فيها المؤسسات والبلديات وشيوخ ومنظمات المجتمع المدني وما إلى ذلك، وفشل كما فشلت محاولات غسان سلامة. وبعد خروج ستيفاني ويليامز فشلت مبادرة جنيف، ووصلنا إلى هذا الحال. فلا أرى أي تغيير منذ 2017 حتى الآن، ولهذا يجب علينا أن نخرج من هذا الصندوق الذي يلزمنا بأن نتعامل مع هذه الأجسام التي ليست لها مصلحة في الانتخابات، لأن هذه الانتخابات ستفضي إلى خروج مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء وما إلى ذلك. طيب أنتقل إليك سيد القادري باتيلي. خلال هذه الإحاطة دعا الجميع إلى الالتزام بالحوار
وترك الاشتراطات جانبا وإبداء حسن النية كما يقول ويكرر في كل مرة. السؤال هنا، ما هي الأدوات، أدوات الضغط التي لم يفعلها باتيلي حتى الآن؟ سيدتي الكريمة، الذي يحدث الآن في ليبيا والذي كان دائما هو تقريبا هناك خط ناظم لهذه الأحداث فيما يتعلق بالمبادرات الأممية ومحاولات إيجاد حل سياسي. هذا الخط الناظم هو عدم امتلاك المؤسسة الأممية والمبعوث الأممي لوسائل الضغط المباشرة على الأطراف التي هي تعطل العملية السياسية والتي هي لا تريد الذهاب إلى الانتخابات، لأنها تعرف أن هذه الانتخابات ستهدد أمرين، ستهدد مصالحهم الخاصة، لأن هناك أطراف لا تريد أن تذهب إلى الانتخابات لأن الانتخابات تعني تقاسم السلطة والفصل بين السلطات وكلمة الشعب، وهناك أطراف في ليبيا هي لا تؤمن إلا بالحكم العسكري والحكم الشمولي المغلف بالديمقراطية وبالانتخابات. في أطراف ثانية هي تؤمن بالعملية الديمقراطية، لكن هي الديمقراطية التي لا تمس مصالحها. هذه الأطراف الداخلية لا تريد الذهاب إلى العملية الانتخابية ولا تريد إيجاد حل سياسي، لأن السياسة ستأتي بغيرهم أو أنها سترغمهم على تقاسم السلطة. لكن في فترة ما، ممكن الاستثناء الوحيد الذي حصل بالنسبة للبعثة الأممية في قدرتها على الضغط نوعا ما على الأطراف هي قضية السيدة ستيفاني ويليامز. السيدة ستيفاني ويليامز هي موظفة في الخارجية الأمريكية واستفادت من الدعم الأمريكي وكذلك من ضغط الولايات المتحدة الأمريكية والرغبة في تلك الفترة التي كانت انتقال بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين، استفادت من دعم الخارجية الأمريكية والتي أوصلت إلى جلسات ملتقى الحوار السياسي. لكن حتى لا نحمل البعثة الأممية والمبعوثين الأمميين أكثر مما يستطيعون، هناك ثلاث أنواع من البعثة الأممية والمبعوثين الأمميين. هناك من كانوا منحازين لطرف دون آخر، هناك من كانوا ضعيفي الخبرة، وباتيلي ليس صاحب الخبرة الكبيرة وتاريخه في الدبلوماسية ينبئ بذلك، وهناك مبعوث أممي كانت الاستثناء هي السيدة ستيفاني ويليامز، والتي استطاعت حقيقة أن تخترق ذلك الجمود السياسي الذي كان حاصلا بعد حكومة الوفاق. اللي حاصل اليوم أنه باتيلي لا يملك، الأمم المتحدة لا تملك وسائل الضغط، والدول لا يملك دولة من القوى الكبرى هي تقف وراءه. ستيفاني ويليامز كانت وراءها الولايات المتحدة الأمريكية، باتيلي من يقف وراءه؟ الأمم المتحدة لا تملك شيئا، ودل على ذلك ما يحدث اليوم في فلسطين وغزة، يعني حتى بكلام غوتيريش وكلامه على أن هناك جرائم وأن هناك أشياء وهناك خروقات وهناك اختراقات وهناك مجازر، ولكنه لا يستطيع أن يضغط بأي شكل من الأشكال. إذا المؤسسة المتحدة ضعيفة. سيد القادري، هل في نظرك هذا السبب الوحيد لنجاح ستيفاني مقابل باتيلي؟ أظن أن هناك كذلك أنها خلقت جسم موازي للأجسام التي كانت موجودة. جلسات ملتقى الحوار السياسي، بغض النظر يعني عن رأينا في من جلس وكيف جلس وكيف تم جلسات ملتقى الحوار السياسي، ولكن على الأقل الأجسام اللي هي مجلس الدولة ومجلس النواب لم يكونوا مشاركين بطريقة مباشرة ولم تكن لهم السلطة على جلسات ملتقى الحوار السياسي. حصلت مرة واحدة الاختراق، أنه أخرجت سلطة القرار السيادي الليبي أخرج من هاتين المؤسستين. صح، حصلت عملية زحزحة وعملية اختراق للجمود السياسي، رجعت العجلة إلى الوراء ورجعت هذه الأجسام تؤثر من جديد، رجعنا إلى حالة الجمود السياسي. إذن هناك في المقابل حصر باتيلي سيد القادري الحل في 5 أطراف فقط، هل هذا جزء من الفشل الحالي؟ لم أسمعك سيدتي، عفوا. تحدثنا عن ربما حصر باتيلي للحل في 5 أطراف دون غيرها، وسألتك ما إذا كان هذا هو السبب في فشل مبادرته الحالي. لا أظن ذلك، هناك أطراف لا تريد، هناك أطراف داخلية هي أطراف داخلية لا تريد بشكل أو بآخر أن تستمر في هذه العملية، لأن جلسات ملتقى الحوار السياسي التي لا تأتي بمصالحهم وتخرجهم من قد يمكن أن تخرجهم من المشهد السياسي وأن تهدد مصالحهم، هم لا يريدون لا باتيلي ولا غيره، وهم يعرفون أن باتيلي لا توجد سلطة أو قوة إقليمية كبيرة وراءه أو إحدى الأقطاب مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو غيرها، فلا يملك أي وسيلة ضغط عليهم ولا يمكن يؤثر عليهم داخليا،
وحتى الأطراف الخارجية الداعمة لبعض الأطراف في هذه الأطراف الخمسة هي لا تريد أن تذهب إلى العملية السياسية ولا إلى الحل السياسي. طيب ما هي الأدوات في يد باتيلي التي لم يستخدمها حتى الآن؟ باتيلي لا أظن أنه يملك سلطة كبيرة، يعني خلينا نكون واضحين وصرحاء، هو باتيلي الآن هو يحاول أنه أن يقوم بعمله كمبعوث أممي، لكنه لا يملك سلطات ولا يملك وسائل ضغط مباشرة على هذه الأطراف، لأن هذه الأطراف هي لا تخضع للأمم المتحدة ولا لقانون ولا لدستور ولا لمؤسسات ليبية كبرلمان حقيقي مستقل أو جهاز قضائي مستقل أو جهاز مجتمع مدني قوي يضغط عليها ويحاسبها. الوحيدين الذين يستطيعون يضغطوا عليها هي الأطراف الخارجية التي لديها تشابك في المصالح معها. طيب دعني أنتقل إذن من جديد إلى السيد هيبة، إذن نفصل أكثر في هذه المواقف والاشتراطات التي تحدث عنها المبعوث الأممي. حفتر وعقيلة صالح يدعوان إما إلى استدعاء حكومة حماد، أي استدعاء الحكومتين أو استبعادهما معا، ويتمسك كذلك عقيلة صالح بمسألة الحكومة الجديدة قضية رئيسية في هذا الحوار. في المقابل دعوة عبر بيان مشترك انضم فيه المنفي إليهما من القاهرة إلى التخلي عن هذه الاشتراطات. السؤال هنا، ما الذي يمنعهم هم من التخلي عن هذه الاشتراطات حتى اليوم؟ هو اللي يمنعهم من التخلي عن الاشتراطات للدخول في عملية حوار هو الحقيقة مسألة مهمة، وهي أن المشروع اللي نحن بصدده أو المشروع الانتخابي اللي نحاول أن نذهب إليه هو قائم على أساس المعادلة الصفرية وعلى أساس الزيرو سام جيم، يعني أن نحن ذاهبون إلى انتخابات رئاسية، والانتخابات الرئاسية كما يعلم الجميع أن الصراع سيكون حول كرسي واحد، بخلاف الصراع عندما تكون انتخابات برلمانية. الانتخابات البرلمانية قد تفضي إلى ربح كل الأطراف، لا يوجد طرف واحد يستطيع أن يهيمن على البرلمان بشكل كامل، وبالتالي كل القوى السياسية تستطيع أن تشارك في البرلمان وتشارك في السلطة التنفيذية اللي ينتخبها البرلمان. ولكن في الانتخابات الرئاسية موضوع مختلف، الصراع في ليبيا هو صراع صفري، الصراع على رئاسة الدولة، وبالتالي هذه المعادلة الجديدة اللي أسست لها قوانين الانتخابات والفكر الدائر داخل الدولة الليبية خلق هواجس كبيرة عند القوى السياسية، ناهيك عن أن الاتفاق السياسي القديم. وما الذي يمنعهم سيد هيبة من طرح ما قلت إنها مخاوف أو مسائل عالقة على طاولة الحوار؟ هو لأنه لا يمكن أن يوصلوا إلى أي حل، لا يمكن أن تتنازل القوى السياسية لبعضها البعض، وبالتالي هذا غير ممكن. الحروب الأهلية دائما تنتهي الحروب وينتهي الصراع وتذهب إلى مرحلة استقرار عن طريق خلق فورمولا أو معادلة سياسية تسمح للجميع بأن يشارك في السلطة، ولكن ما نحن بصدده هو غباء سياسي أنا بالنسبة لي، وهو أنك أنت تتبنى نظام سياسي يقود إلى تقليص حجم المشاركة السياسية، وبالتالي قصر المشاركة السياسية أو الفوز والظفر خلينا نقول بالكيكة السياسية هو لقوى سياسية واحدة، وهذا يخلق صراع، هذا لا يقود إلى حالة استقرار. ناهيك عن أن في المقابل سيد هيبة رفض هذا الحوار أيضا ليس حلا، في المقابل رفض الحوار ليس حلا. في ثانية نكمل لك فكرة كويسة تفضل، وهي أن اتفاق الصخيرات وحتى اتفاق جنيف هو خلق نوع من ما نسميه نحن بديمقراطية التوافق، وديمقراطية القائمة على التعطيل، القائمة على الأزمات السياسية، وخالقة قائمة على أساس التوازن القوى داخل ما بين القوى السياسية المتناحرة. هذا الوضع خلق نوع من الجمود السياسي، هذا الجمود السياسي ليس من السهل أن تتغلب عليه بالطريقة اللي تعامل بها السيد باتيلي. أنا أعتقد أن السيد باتيلي عليه أن يغير استراتيجيته، وهو أن يعيد النظر في الأطراف السياسية اللي هو يرغب في أن تشارك في الحوار، بتوسيع قاعدة المشاركة في هذا الحوار. أنا في تقديري كما فعلت السيدة ستيفاني، ناهيك عن أنه يجب أن يبذل جهودا إقليمية ودولية بالحوار مع قوى دولية متدخلة في الشأن الداخلي الليبي، من أجل أن تضغط على القوى السياسية المتناحرة، من أجل أن تقبل بالذهاب إلى طاولة الحوار والذهاب إلى انتخابات. طيب سيد هيبة، برأيك هل ربما توسيع هذه المشاركة ستحمل أطراف الحوار الرافضين إلى المشاركة في هذا الحوار؟
أنا أعتقد إذا تم توسيع قاعدة المشاركة كما فعلت السيدة السفني، أنا أعتقد أن ذلك سيشكل ضغطا حقيقيا على القوى السياسية اللي متصلبة اليوم ولا ترغب في الجلوس على طاولة الحوار. قصر الحوار على هذه القوى السياسية سوف لن يقود إلى أي نتيجة، لابد من وجود قوى سياسية أخرى تكون ضاغطة حتى وإن كان باتيلي يعني لا يملك ظهيرا داعم على غرار ستيفاني. نعم. حتى إن كان باتيلي أيضا لا يملك ظهير دولي داعم على غرار ستيفاني. إذا بالتأكيد أن السيدة ستيفاني باعتبارها مواطنة أمريكية ولديها علاقة بوزارة الخارجية الأمريكية ولديها علاقة مباشرة بالاستخبارات الأمريكية، كان لها قوة معنوية كبيرة للضغط على القوى السياسية بخلاف السيد باتيلي. ولكن أنا أعتقد أن السيد باتيلي أيضا لديه القدرة على الضغط على القوى السياسية وعلى لديه القدرة القيام بعمله إذا أراد ذلك، لأنه مفوض من قبل. ما أدواته في ذلك إذا؟ ومفوض من مجلس الأمن. وما أدواته في ذلك؟ أدواته هو مجلس الأمن. أنا أعتقد أنه يستطيع التواصل مع القوى الدولية. للأسف هناك انقسام دولي، إحنا لا نستطيع أن ننكر ذلك. هذا الانقسام الدولي خصوصا بين القوى العظمى مثلا روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، بعض الدول الإقليمية المتدخلة في الشأن الداخلي الليبي، له تأثير على المشهد السياسي الداخلي الليبي. ولكن هنا الواضح سيد هبة، مهمة السيد باتيلي يجب أن يتفاوض مع هذه القوة من أجل تساعده في الضغط على القوى السياسية المحلية، ناهيك عن أنه يجب. نعم، لكن في من الواضح يا سيد هبة أن مجلس الأمن اللي يقع على لم يفعل شيء، الضغط على الضغط من أجل التغيير. نعم، مجلس الأمن لم يفعل شيء على عكس ما تقوله حتى الآن على الأقل. أنتقل إذن السيد صلاح البكوش، وما زلنا في تفصيل مواقف الأطراف المدعوة إلى طاولة الحوار. موقف الدبيبة يتمسك برفض مناقشة مسألة الحكومة، في المقابل يرى أن حكومته هي التي ستؤدي أو توصل البلاد إلى مرحلة الانتخابات. سيد صلاح، هل هذه عرقلة فعلا أم هي ربما رغبة حقيقية في عدم أو تجنب مراحل انتقالية جديدة؟ شوفي، أولا أريد أن أشير فقط إلى أنه تحدث الزملاء عن ستيفاني ويليامز وأنها كانت قادرة على القيام على جمع أطراف عدة على طاولة المفاوضات في جنيف وما ذلك. أعتقد أنه من المهم ألا نهمل حقيقة أنه في ذلك الوقت كان مجلس النواب وحفتر في أضعف نقطة لهم بعيدة فشل الهجوم على طرابلس، وربما ذلك كان سببا مهما في إقناع هذه الأطراف بالحضور إلى جنيف وعدم الامتناع عن الذهاب في ذلك المسار، وفي النهاية أجبرتهم على أن يعطوا الثقة لحكومة الوحدة الوطنية وما لذلك. أعتقد أن مجلس النواب وحفتر ربما استعادوا بعض من قوتهم الآن ومسنودين بقوة من فرنسا ومصر وروسيا، ولهذا يستطيعون أن يمانعوا في تعاملهم مع باتيلي، وخاصة أن باتيلي ارتكب خطأ كبيرا أعتقد في تراجعه بسرعة عن فكرته الأولى، مبادرته الأولى المسمى باللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالانتخابات، وحصرها في خمس أطراف ليس من مصلحتها انتخابات، ولهذا دخل في طريق مظلم ومسدود لا يمكن الخروج منه، وهذا ما أعتقد ما دفعه إلى هذه الدرجة من الإحباط. أما بخصوص الدبيبة، الدبيبة يستطيع أن يشير إلى الاتفاق السياسي في جنيف. المادة واضحة تقول بأن تنتهي مهمته بعد سنتين على أن تجرى انتخابات. لم تجرى انتخابات فلم تنتهي مهمته، يستطيع أن يقول ذلك. أيضا يستطيع أن يقول بأن تشكيل حكومة جديدة ستكون الحكومة رقم 12 أو 13 ليس هو الحل. وأعتقد أن الجميع يعرف، وهذا ما ذكره باتيلي، عقيلة صالح قال له بوضوح أن القضية الرئيسية التي يجب أن تناقش هي تشكيل حكومة، والحكومة هي
سلطة تشكيل الحكومة هو مرهون بالسلطة التشريعية الشرعية في ليبيا وهي مجلس النواب، مما يعني بأن مجلس النواب سيشكل حكومة ومعه حفتر، وبالتالي لن يكون هناك تدخل لا مجلس رئاسي ولا مجلس دولة ولا حكومة وما إلى ذلك، ولن تكون هناك انتخابات. وأشار عقيلة وفي المقابل سيد بحوش وحذر من أن مجرد حكومة هذا الطرف لن يقبل بالدبيبة في الانتخابات كذلك. نعم. بالإشراف على هذه الانتخابات لن يقبل. بماذا؟ لن يقبل بإشراف الدبيبة على هذه الانتخابات. اوكي شوفي، المشكله هي ان عقيله وحفتر لا يريدون مناقشه قوانين الانتخابات، ولكن يريدون مناقشه حكومه جديده، وهذا لا يمكن. وبعدين الاشراف على الانتخابات هناك حلول اخرى ليست مبنيه على حكومه مسيسه يختارها مجلس النواب وحفتر. هناك أمثلة في بنغلاديش، التعديل الدستوري 13 في دستور بنغلاديش الذي ينص على أن في كل انتخابات تكون هناك هيئة محايدة لتسيير أمور الدولة، وليس حكومة مسيسة يختارها الطرف في الصراع. يعني كيف يمكن أن نقول بأننا لا نريد دبيبة لأنه سينحاز إلى الطرف ضد الآخر، ولكن سنسمح لمجلس النواب باختيار حكومة، الحكومة ستكون محزنة. طيب سيد صلاح، لأن مجلس النواب هو الذي نعم. سيختار وزرائها وما إلى ذلك. طيب امتدادا لهذه النقطة، إلى جانب القوانين الانتخابية، المبعوث الأممي كذلك يرى، واسمح لي هنا أن أقتبس لك ما قاله، أن هناك حاجة ماسة وعاجلة إلى اتفاق سياسي بين الأطراف الرئيسية لتشكيل حكومة موحدة. هذا التشديد على هذه النقطة بالتحديد من قبل باتيلي هنا، كيف نفهمه في خارطته التي تعاني من الانسداد؟ هو لم يشدد على الحكومة، هو يشدد على اتفاق سياسي، وجزء منه لكي تكون الصورة متكاملة، جزء منه هو مناقشة حكومة موحدة، ولكنه يتحدث عن مناقشة القضايا الخلافية السياسية. هذا ما يتحدث عنه في عدة أماكن في النقاط. الكلام الذي نقلته كان بالنص سيد البكوش، يتحدث عن اتفاق سياسي. نقلت لك كلام باتيلي بالنص، ولكن في النص اللي قبله يتحدث عن، في النص نفسه في الخطاب نفسه يتحدث عن اتفاق سياسي بين الأطراف، وليس فقط اتفاق حول تشكيل حكومة. وهو يتحدث عن أن عقيلة يعتقد بأن مشكلته هو مع عقيلة، مشكلته الرئيسية أن عقيلة يريد أن يكون، شنو يقول هو؟ أن تمسك عقيلة بجدول أعمال قضيته الرئيسية تشكيل حكومة، ويعتبر أن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة المعنية بهذا الشأن. هذا واحد من الاحتجاجات الكثيرة اللي في الخطاب بتاعه. طيب، وهو ما لا يريده باتيلي. باتيلي يعتقد ونعتقد جميعا أن هناك قضايا أخرى مهمة كالقوانين الانتخابية، وكما تحدث إبراهيم حول هل نريد انتخابات رئاسية أم انتخابات برلمانية، هذه كلها قضايا، ولكن يمكن طرحها على الطاولة، ويمكن طرح أيضا قصة حكومة. طيب في المقابل سيد البكوش، فقط محصور نعم في حكومة تكالى ربما لم يشترط، لكن باتيلي نقل عنه في السياق نفسه رفضه للنسخة التي يقول أنها معدلة، ويتمسك بالنسخة الأولى من قوانين بوزنيغا. السؤال هنا الذي يتكرر في كل مرة، ما جدوى تمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة بهذه النقطة رغم أو بهذه النسخة رغم أنها تتضمن كل النقاط محل الخلاف؟ شوفي، ما قاله تكالى أعتقد أنه من الغباء بمكان. يعني شو الفرق في بوزنيقة؟ حتى هم في البوزنيقة في النسخة الأولى الستة اللي اختارهم المشري، الستة اللي اختارهم المشري وافقوا على جميع الطلبات
مجلس النواب بما فيها ترشح العسكريين وبما فيها ترشح مزدوجي الجنسية وما إلى ذلك، تعديلات طفيفة. فلذلك أنا أعتقد أن السيد تكالة تسرع في ذلك وأراد أن يتخذ موقفا ولم يرى إلا هذه الجزئية لكي لا يحرج بعض الأعضاء في أو يختلف مع بعض الأعضاء في مجلس الدولة، فخرج بهذه التوصيفة التي أعتقد أنها توصيفة غبية جدا. طيب سيد باكوش، نتحفظ عن تكرار هذه الكلمة وقولها في بداية المداخلة، كذلك أنتقل إليك سيد القادري. على مستوى المواقف الدولية هنا، روسيا تدعو المبعوث الأممي ربما إلى تجنب أي خطوات مشددة وكذلك تفادي التدخل المفرط كما نقله عنها مبعوثها أو مندوبها في مجلس الأمن. باعتقادك، ما هي هذه الخطوات المشددة التي اتخذها باتيلي وفق روسيا؟ لا أظن الموقف الروسي والذي عبر عنه المبعوث الروسي في المتحدة أنه هو حقيقة يعني أنه ناتج عن إجراءات اتخذها باتيلي في حق معين، أظن أنها تدخل في قطار فقط المناورة السياسية هذا الخطاب، وهو تهديد مبطن لباتيلي بأن أي إجراءات قد لا تصب في مصالح الروس في المنطقة في داخل ليبيا أو في مصالح أو في إطار منظومة المصالح التي يدخل فيها الأطراف المتحالفة معها في ليبيا، أن روسيا ستتدخل بقوة. يعني بما أنه أنا أظن أن كان تهديدا مبطنا أو رسالة مبطنة لباتيلي بأن روسيا لن تقبل أي اتخاذ أو أي قرار أو أي إجراء في الساحة الليبية في الفترة القادمة في إطار ما يريد أن يصل إليه من خلال الحل السياسي، أنها لن تقبل وأنها ستعترض بقوة وأنها سيكون اعتراضها شديدا وأنها ستعطل عمل هذه اللجنة وعمل هذه المبادرة التي يحاول باتيلي أن يصل إليها. طيب ما نوع تلك الخطوات المشددة سيد القادري التي قد تصدر عن المبعوث الأممي وتخشاها روسيا؟ أظن أنه هناك أطراف داخلة معها روسيا والتي لديها التي تريد مثلا، هو الكل يعرف بأن المنطقة الشرقية هي التي لديها تقارب أكبر مع روسيا، وهي مثلا الآن تريد أن تصل بأن تكون الحكومة حماد جزء من العملية السياسية، وهو لحد الآن باتيلي لم يفتح الباب لهذه الحكومة أن تكون جزءا من هذه العملية السياسية. هم يريدون بشكل أو بآخر كما قال باتيلي عن عقيلة يريد الآن أن يصبح مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة، فهم يريدون أن تكون حكومة حماد موجودة بالتوازي مع حكومة البيبة في الحوار، وكذلك أن تكون هناك مرجعية تشريعية واحدة هي مجلس النواب. أظن أن الذي نطقت به الأطراف الداخلية التي لديها دعم أو تحالف مع روسيا هي نفسها النقاط التي كان يريد أن يتكلم عليها بشكل مبطن المبعوث الروسي، لأنه لا يستطيع أن يتكلم عنها بطريقة مباشرة لأنه سيدخل في تناقض كبير جدا، فهو من جهة يدعو إلى عدم الرضوخ إلى الإملاءات الخارجية وإلى التدخلات الخارجية، لكن لا يمكن أن يأتي بكل تناقض داخل الجلسة ويبدأ هو في القيام ولا إبداء اشتراطات على طرف دون آخر أو على حكومة أو على باتيلي لصالح طرف دون آخر. فلذلك أظن أن هذه الأطراف لديها مواقف لديها مصالح، وهذه المصالح تسهر عليها روسيا باعتبارها أنها الراعي لهذا الطرف دون آخر. طيب ما نوع هذا التدخل المفرط التي حذرت منه روسيا باتيلي؟ أظن أن النوع المفرط هو أنه أن تكون هناك أطراف مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو شركائها الإقليميين أو الإقليميين الذين يمكن بشكل أو بآخر أن يضغطوا عليه من أجل اتخاذ إجراءات قد تمس مصالح الأطراف المتحالفة مع روسيا في المنطقة. أظن هذا هو فقط المقصود، لا أكثر من ذلك، أنه يجب أن تكون هذه العملية السياسية لا تضر بمصالح الحلفاء روسيا أو شركائها، ليس حلفاء أن روسيا قطب دولي لا يمكن أن يكون لها شريك داخلي أو حزب سياسي أو جماعة معينة أو ميليشيا معينة بالداخل نقول عنها حلفاء، هم فقط يعني طيب. نقول شركاء يعني فقط سياسيين لا أكثر ولا أقل، فهم يرعون مصالحهم برعاية مصالح هذه الأطراف التي شريكة لها في العملية السياسية في عين رعاية المصالح الروسية المتقاطعة مع مصالح في الساحة الليبية. طيب وبالنسبة لتوجيه أمريكا رسالة إلى روسيا وحدها بأن فاغنر هنا ربما لا تحترم سيادة ليبيا، كيف تقرأ هذه النقطة؟
يعني الولايات المتحدة الأمريكية، خلينا حد فقط نكون واقعيين، الذي يحدث الآن في فلسطين، الذي يتكلم عن السيادة ويتكلم عن حقوق الإنسان، يعني هي آخر دولة يمكن تتكلم عن حقوق الإنسان هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هذا لا يعني بأن قوات الفاغنر لم تقم بأي جرائم. ما حصل يعني في طرهونة والذي حصل أثناء حصار العاصمة الليبية، قامت الفاغنر بجرائم يعني ترقى إلى جرائم الحرب. لكن الفاغنر هم فقط تلاميذ في هذه في المدرسه الامريكيه، والعمليات والجرائم التي قامت بها بلاك ووتر سابقا في من قتلها لعشرات وتعذيب العراقيين في سجن ابو غريب وكذا، وقتل الالاف من العراقيين. لذلك هو فقط الجميع يزايد باسم حقوق الانسان وعدم التعدي على سياده الدول والدوله الليبيه التي معنيه فيها في هذا السياق اليوم، لكن هو فقط من باب المزايدة السياسية، لأنه لا يوجد لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا روسيا التي قتلت الآلاف بالبراميل كذلك في سوريا، فكلاهما هم يزايدون على بعضهما. نعم. فقط من باب في الخطاب، هي من أجل استغباء واستحمار الشعوب العربية وكذلك الناس الذين ما زالوا يؤمنون بأن الغرب يقود عملية حقوق الإنسان وأنه حقيقة يحترمها. إذن هي مواقف انتقائية بحسب ربما الرغبات الدولية هنا. وأنتقل إليك سيد هيبة، لو نجمل هذا المحور، محور المواقف، هذه الاشتراطات التي فرضتها الأطراف المدعوة إلى طاولة الحوار أبقت الوضع في حالة انسداد تعثرت على باتيلي نفسه. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا لا يقبل باتيلي بهذه الاشتراطات؟ هل هي ممكنة ربما أم مستحيلة، أم أن بقاء الوضع على هذا الحال في صالحه هو أيضا؟ والله سؤال مهم. هو هل السيد باتيلي يمتلك أن يقبل بهذه الاشتراطات أو لا؟ هذا سؤال مهم. ولماذا لا يقبل إن كان يملك هذا القرار؟ وبالتالي الحوار هو لا يزال موجود. أنا أعتقد أن هناك جهود من السيد باتيلي من أجل جمع الأطراف، وأنا أعتقد أن جهوده لن تفضي إلى نتائج إذا لم يغير استراتيجية الحوار بحد ذاتها، بحيث يتوسع قاعدة المشاركة السياسية. كما قلت، يجب أن يتشارك المجتمع الليبي بمختلف مكوناته القبلية والجهوية والمناطقية في هذا الحوار. أنا أعتقد لا يجب أن نقتصر الحوار فقط على القوى السياسية المتناحرة، ناهيك عن أنه يجب أن يعيد النظر. أنا أعتقد أن الحكومة لا يجب أن تشارك في الحوار. أنا أعتقد أن الحكومة، أنا أميل لهذا الرأي، أن الحكومة لا يجب أن تكون طرفا في هذا الحوار، لأنها ليست شريكا سياسيا، والشريك الأساسي هو مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة. هذه الأطراف الرئيسية اللي مفروض تكون في الحوار، لكن الأطراف الأخرى اللي يجب أن تشارك في الحوار، أنا أعتقد أنها هي مكونات المجتمع المدني، من قبائل، من مناطق، من أقاليم، من أحزاب سياسية، مؤسسات مجتمع مدني، هذه كلها يجب أن تشارك في الحوار. طيب، أعتقد إذا غير الفورمولا سيد باتيلي، لنفترض سيد هيبة أنه جرى السير في هذا الحوار وأنتجت حكومة جديدة هنا، ووسعنا أيضا قاعدة المشاركة هنا، ما ضمانات عدم تكرار هذا المشهد الحالي مرة أخرى في المستقبل؟ هو الضمانات، هو أنا أعتقد أن السيدة السفني برغم من نجاح جهودها المحدود في الماضي، إلا أنها ارتكبت خطأ كبير، وهو أنها يعني ذهبت في اتجاه تشكيل حكومة جديدة، وهو حكومة تغيير القاعدة الدستورية واتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة ومجلس رئاسي. أعتقد ذلك شيء إيجابي وشيء كويس، قاد إلى نوع من التهدئة الصراع في ليبيا، وهذا شيء إيجابي. ولكن أنا أعتقد أن الخطأ التي ارتكبته السيدة السفني، والذي يجب على السيد باتيلي أن يستفيد منه، وهو أنه قبل انتخاب الحكومة يجب الاتفاق على القواعد الدستورية والقوانين الانتخابية بشكل كامل ونهائي، وبعد ذلك يتم تتويج هذا الاتفاق بتشكيل حكومة جديدة عن طريق التفاوض من أجل تشكيل حكومة جديدة تكون مهمتها الأساسية هو إجراء انتخابات في غضون جدول محدد ومعد. ولكن إذن أنت ترى أن القوانين هي العائق هنا. أنا أعتقد أنه إذا تم تشكيل حكومة أو اتفاق أو ذهب إلى التفاوض ونجح في جمع الأطراف السياسية واتفقوا على تشكيل حكومة قبل التوافق على قواعد دستورية وقواعد يعني قوانين انتخابات، أنا أعتقد أن هناك فرصة كبيرة لأن يستمر الوضع على ما هو عليه، أن الحكومة الجديدة سوف يكون بإمكانها تعطيل إجراء الانتخابات والبقاء في المشهد. ولكن
إذا تم الاتفاق على القواعد الدستورية بشكل كامل ونهائي والقواعد الانتخابية بشكل كافي ونهائي وتم تتويجها في اتفاق رسمي بإشراف الأمم المتحدة وبإشراف دولي، أنا أعتقد أن تشكيل حكومة سوف يكون سهلاً. طيب تمسك البرلمان بهذه القوانين هل تراه معرقلاً سيد هبة؟ لم أسمع سؤالك. تمسك النواب بهذه القوانين هل تراه معرقلاً؟ أنا من جانب الأكاديمية دائما أحاول أطرح وجهة نظري من جانب الأكاديمية، أنا أعتقد أن المعادلة السياسية اللي موجودة اليوم أنا أعتقد أنها لن تقود إلى يعني استقرار سياسي في ليبيا، يعني ستقود إلى تعزيز الصراع لأنها قائمة على أساس الزيرو سايم جيم أو المعادلة الصفرية. ولكن من ناحية سياسية أنا أعتقد سؤالك أنت هو أنا أعتقد أن مجلس الدولة يعني وقع على القوانين الانتخابية وتم الاتفاق مع مجلس النواب، تغيير رئيس المجلس على الدولة لا يعني تغيير ما تم الاتفاق عليه في الماضي، أنا أعتقد أنه يجب التمسك بهذه القواعد الانتخابية اللي تم التوافق عليها، وأن كنت أنا بشكل شخصي وبشكل أكاديمي أعتقد أن هذه القواعد لكنك ذكرت أنه يجب معالجة القوانين قبل الحكومة. سيد هبة لم أسمع لصوتك، حضرتك ذكرت بأنه لابد من معالجة هذه القوانين قبل مسألة الحكومة. هذه القواعد والقوانين يجب أن يتم يعني التأكد من أنها يعني تم الاتفاق عليها، لأن هناك حتى بعد الاتفاق عليها هنا احنا لدينا مشكلة في ليبيا أن حتى من يتفق على شيء ينقلب عليه بعد فترة، يعني مجلس أعلى الدولة اتفق مع مجلس النواب في بوزنيق على هذه القواعد هذه القوانين الانتخابية، وعندما تم تغيير السيد المشري انقلب رئيس المجلس الأعلى للدولة اليوم على هذه على هذا الاتفاق، وهذه مشكلة. وبالتالي طيب. انا اعتقد سيد هيبة يبدو ان موقف حضرتك غير واضح بما فيه الكفاية بالنسبة لي، هل انت مع تعديل هذه القوانين او مع النسخة الحالية؟ هل تراها صالحة للذهاب نحو حكومة موحدة؟ أنا أعتقد أن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات من ناحية الأكاديمية لا تقود إلى استقرار لليبيا، ولا أعتقد أن ممكن أن تقود إلى شيء في ليبيا، وبالتالي أنا من الناس اللي يدعون إلى إعادة النظر في القاعدة الدستورية. وصلت الفكرة. ولكن من ناحية العملية أنا لست طرفا سياسيا في هذه المعادلة، ولكن أعتقد أنه من ناحية العملية من الممكن إذا كنا نريد فقط إجراء انتخابات بدون حسب عواقب أو نتائج هذه الانتخابات. لأن واضح وضحت لأن الفكرة الهدف تماماً. الهدف ليس إجراء انتخابات سيدة مروة، ولكن الهدف يجب أن يكون هناك ضمانة لقبول بنتائج الانتخابات، ونعتقد أن هناك فرصة كبيرة أو يعني عالية جداً بالانقلاب على نتائج الانتخابات، لأن المعادلة معادلة صفرية وهناك قوى سياسية كثيرة ستخسر يعني مكانتها السياسية ولن يكون لها وجود في المعادلة السياسية الجديدة، وهذا سيقود إلى انقلاب على العملية السياسية وانقلاب على العملية الانتخابية ويقود إلى صراع من جديد. نعم، إذا كانت القوانين غير جاهزة حسب تقديرك فالمعادلة فعلا صفرية. أنتقل إليك إذن سيد البكوش، هنا المبعوث الأممي قال إنه لن يدعم أي مبادرة من شأنها تأجيج الصراع أو إشعال فتيل الحرب. باعتقادك أي مبادرة قائمة أو محتملة ينطبق عليها وصف باتي لهذا؟ دعني أولا أعلق على ما تفضل به إبراهيم حول قصة الانتخابات تشكيل حكومة وما إلى ذلك، وأشرتي أنت على لمقطع يقول فيه باتيلي يتحدث فيه باتيلي عن تشكيل حكومة. دعيني أشير إلى مقطع يتحدث فيه باتيلي عن قصة عن القصة هذه. يقول بأن يجب أن تكون هناك ضمانات بأن لا تفرز الانتخابات سيناريو يستأثر فيه الفائز بكل شيء، هذا المعادلة الصفرية اللي يحكي عليها إبراهيم، على يستأثر فيه الفائز بكل شيء على حساب الآخرين، كما يجب أن تتضمن التسوية خطوات بجدول زمني صارم. فباتيلي يتحدث ليس عن حكومة فقط، يجب أن تكون هناك قوانين انتخابية ذات مصداقية وبمعايير دولية، وهو ليس موجود الآن. وعلى هذا الأساس أنا في اعتقادي أننا وصلنا
إلى طريق مسدود مع هذه الأطراف، ولم يتبقى أمام باتيلي إلا أن يحاول تمكين أطراف شعبية كعمداء البلديات والأعيان ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والأحزاب من التعامل مع هذه القضية وفرض أمر واقع جديد على هذه الأجسام، لأن هذا الطريق لم يعد يحتمل المضي فيه لوقت أكثر. فأنا أرجو أن النشطاء السياسيين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أن تتحرك، لأن هذه الأجسام لن تغير من فكرتها الأساسية وهي البقاء في السلطة. وإذا أوكلت لهذه الأطراف مهمة إجراء انتخابات وإخراجها من السلطة فهذا لن يعمل، ورأينا ذلك على مدى. ولهذا سيد البكوش سألتك عن المبادرات الموازية اليوم، عندما يقول باتيلي أن المبادرات الموازية لن تكون ذات فائدة إلا إذا دعمت جهود البعثة الأممية لئلا تستغلها الأطراف الليبية كوسيلة لإدامة الوضع القائم، عن أي مبادرات موازية يتحدث المبعوث الأممي؟ أنا ليس لدي أي شك في أنه يتحدث عن ما يقوم به الفرنسيين. الفرنسيين ما يسمونه مبادرة هو عبارة عن عدة أشياء بغطاء دولي يحاولون القيام به. أولا تجاهل الانتخابات والحديث عن حكومة، هذه الحكومة سيشكلها حفتر ومجلس النواب، لأن لا دخل الآن حسب القوانين الموجودة الآن لا دخل لمجلس الدولة أو المجلس الرئاسي أو حكومة الوحدة أو أي طرف آخر. هذا ما يريده ماكرون. أيضا هذا يعني بأن روسيا سيكون لديها حكومة أكثر ودا لروسيا من الحكومة الحالية، وأيضا لن يكون هناك أي مجال لانتخابات، لأن مجلس النواب وحفتر يريدون نعم. أن يستمتعوا بحكومة جديدة. لكن المبادرة الفرنسية سيد بكوش يعرف ذلك، تربط تشكيل الحكومة بالوصول إلى الانتخابات. لا لم تقل ذلك المبادرة. وما المظاهر التي تؤكد عكس ذلك؟ الفرنسية تقول، أقول لك مكتوب أنا على صفحة السفارة الفرنسية، حكومة للوصول إلى الانتخابات وليس حكومة لتطبيق قوانين انتخابات أو إجراء انتخابات، للوصول إلى الانتخابات، مما يعني خلونا نشكل الحكومة وبعدين نعمل على الانتخابات، وهو ما لن يحدث، لأن وسيلة الضغط الوحيدة على مجلس النواب وحفتر والآخرين هي أنه ليس هناك حكومة قبل أن تكون لدينا قوانين، كما يقول باتيلي لا تسمح لشخص واحد بالاستئثار بالسلطة، ولدينا جداول زمنية صارمة وقوانين بمعايير دولية، وإلا سوف لن نسمح لكم بتشكيل حكومة. وهذا ما يريده الفرنسيون الآن، وهو ما يثلج صدر السيسي وحفتر والروس وعقيلة. طيب أنتقل إليك إذن سيد القادري، أمريكا وروسيا طالبتا ربما بالانخراط في طاولة المبعوث الأممي دون شروط وإبداء حسن النية، في المقابل أتحدث عن أمريكا وبريطانيا، في المقابل روسيا مثل ما ذكرنا شددت ربما على عدم اتخاذ مواقف أو خطوات مشددة بهذا الاتجاه. هذه المواقف وإن كانت متضاربة في الظاهر، باعتقادك في صالح من تصب؟ لا أظن أن على الأقل هي لا تصب في مصالح الشعب الليبي، يعني قد تصب في مصالح بعض الأطراف لكنها لا تصب في بعض المصالح في مصالح بعض الأطراف لكن لا تصب في مصلحة الشعب الليبي، لأن مصلحة الشعب الليبي تقتضي على الأقل المسارات السياسية السابقة والتي أدت في بعضها إلى نتائج كارثية أو نتائج غير محمودة، على الأقل هذه الممارسات الخاطئة وهذه المسارات الخاطئة لا تعاد اليوم. أولاً
أول شيء هو الانفراد بالسلطة. هناك إشكالية أن هناك بعض الأطراف تريد أن تعطي الفرصة لطرف أن ينفرد بالسلطة على حساب الآخرين وأن يتغول على الساحة السياسية الليبية. إذن هذا أول المحاذير، والتي هي أن هناك تضارب بعض الأطراف، بعض المواقف، والتي الهدف منها هو أن إعطاء فرصة لطرف ليتغول على الساحة السياسية كما قلت على حساب الآخرين أولا. ثانيا، أن تكون هناك غياب أن بعض المبادرات أو بعض المواقف تؤدي إلى عدم وجود جدول زمني محدد وصارم الذي يلزم السلطات الانتقالية بتسليم السلطة لهذه الأجسام التي يمكن أن تنتجها العملية السياسية والانتخابية، وإن لم يكن الأمر يعني في شهر أو شهرين، ولكن إلى أن تصل هذه المؤسسات الانتخابية المؤسسات المنتخبة. الأمر الثالث اللي هو إشكالية كبيرة هي عدم وجود مؤسسات يمكن أن ترغم أو تتصدى للأطراف التي يمكن أن لا تقبل من مخرجات العملية السياسية والانتخابية. المهم سيدتي الكريمة ليس القيام بالانتخابات، هو هل أنها أو مسار سياسي أو مصالحة سياسية أو عملية حل سياسي. الإشكالية الأكبر والكبرى هي هل نحن نضمن أن مخرجات هذه العملية السياسية أو هذه المؤسسات التي أنها ستكون لديها السلطة تستطيع حقيقة أن تمارس هذه السلطة، وأن هذه القوانين حقيقة ستصبح سيفا صارما على الجميع. نتذكر احنا لما حدثت جلسات ملتقى الحوار السياسي والتي اخرجت حكومه دبيبه مع كل الانتقادات التي يمكن الى ان توجه الى عمل حكومه دبيبه ولا مواقفها، لكن على الاقل نحن نشهد في تلك الفتره على انه مثلا حفتر كان يرفض اي تواجد لحكومه بالرغم انها كانت من جلسات ملتقى الحوار السياسي وتلقت مباركه المجتمع الدولي، ولم تكن حتى روسيا لم تكن رافضه لهذه الحكومه، لكن خرج حفتر بسياسه فرض امر الواقع دائما، انا لن اقبل بكم ان تحكموا في المنطقه الشرقيه، وانا ساحاول ان اتحكم في المعبر الحدودي مع الجزائر، وانا ساقوم باستعراضات عسكريه في بنغازي، وانا ساقوم بمناورات عسكريه وتحركات عسكريه في الجنوب. هذه السيناريوهات التي ذكرتها الثلاثة والأربعة يجب أن تكون حاضرة في أذهان الجميع سواء طرف داخلي أو طرف خارجية، أنه لا يمكن ولا معنى لأي عملية سياسية إذا كانت أخطاء الماضي ستتكرر من جديد. الاستفراد بالسلطة، قوانين غير قابلة للتطبيق، أطراف ترفض أن تلتزم أو أنها تقبل بسط نفوذ سلطة معينة التي كانت مخرجة من إحدى مخرجات العملية السياسية. تصبح هذه الأشياء التي يجب أن تكون واضحة. الأطراف الدولية وتضارب مصالحها أدى إلى تضارب مواقفها، وبالتالي هي ستؤدي بأي شكل أو بآخر إلى إعادة أخطاء الماضي. الضامن على أن أخطاء الماضي لا تحصل هي أن الليبيين أن ينظروا إلى العملية السياسية بشكل مختلف، وأن يكونوا فاعلين لا رادي فعل فقط. نعم سيد القادري، وصلت الفكرة. إذن في عجالة أقل من نصف دقيقة سيد هيبة، حسب ما تراه المشهد القادم إلى انسداد أم إلى بوادر حلحلة جزئية وانفراج؟ أنا أعتقد أن الانسداد، نحن في انسداد يعني من فترة طويلة، نحن في انسداد. النظام السياسي والآليات الدستورية الموجودة هي خلقت من أجل أن يكون هناك نوع من التوافق، والتوافق يكون صعب في مثل هذه الظروف، وبالتالي الانسداد السياسي هو قائم. هل سنشهد انفراجا؟ أنا أعتقد أن عاجلا أم آجلا سوف نذهب إلى انفراجا، ولكن كم يأخذ هذا الوقت؟ هو السؤال المهم، متى تحدث هذه الانفراجا؟ ومدى قدرة هذه القوى السياسية اليوم المتناحرة على الاستمرار في تعطيل المشهد السياسي وخلق هذا التوازن وخلق هذا الجمود؟ وبالتالي أنا في تقديري للأسف الشديد أن التغيير أحيانا يحدث عندما تحدث أزمات كبيرة. أنا أعتقد أن نحن ذاهبون إلى أزمة، ربما أزمة اقتصادية، ربما إلى صراع عسكري من جديد. وبالتالي أنا أعتقد أن كل تغيير يحدث، لو ذهبت إلى تاريخ ليبيا من 2011 إلى اليوم، لم يحدث أي تغيير سياسي إلا عن طريق إلا بعد حدوث أزمة كبيرة اقتصادية وصراع أهلي أو صراع عسكري. وبالتالي الشيء اللي يخيفني كمراقب سياسي لهذا المشهد السياسي المعقد، أنا أعتقد أن هناك أن الاستقرار الموجود في ليبيا هو استقرار هش، وأن الرجوع إلى المربع الأول، مربع الصراع الأهلي والحروب والانسدادات والأزمات. إذن هو استقرار هش سيد هيبة، تلوح بالأفق ويجب أن نأخذها بعين الاعتبار بجدية. نعم سيد صالح، إذن تحدثنا عن أن في الجولة الماضية عن أن المبادرة الفرنسية تربط الانتخابات بتشكيل الحكومة، وقلت أنها هي المقصودة بما قاله باتيلي.
هنا ما الذي يمنع أن تكون أيضا التحركات المصرية التركية مقصودة بكلام باتيلي؟ سيد صلاح، سيد صلاح هل تسمعني؟ إذن أنتقل إلى السيد القادري. هنا المعالجة المثلى لهذا الوضع سواء محليا أو دوليا، كيف تراها؟ لا أظن أنه في السياسة هناك معالجة مثلى لأي قضية، ولكن هناك إشكالية على أن هناك ممارسات خاطئة، هناك مساحات وفراغات تركتها الخلافات بين الأطراف السياسية الليبية، جعلت الأطراف الخارجية تناور في هذه المساحات أو هذا الفراغ السياسي الذي تركته الأطراف الليبية. الحل يبدأ من الداخل سيدتي الكريمة. لن يوجد لا في الأطراف، ما لن أريد أن لن أسمي أي طرف خارجي. الحل يأتي من الداخل ويأتي من الأطراف التي تؤمن بالعملية الديمقراطية وتؤمن بسيادة الشعب الليبي، والتي تؤمن بالانتخابات، والتي تؤمن بتقاسم السلطة وبين الفصل بين السلطات، وأن ستكون هناك دولة مدنية وأن تكون هناك دولة ديمقراطية. هذه الأطراف للأسف هي مغيبة الآن. يجب أن تجد هذه الأطراف طريقها إلى الساحة السياسية. غيبت من طرف الأطراف الداخلية التي تريد أن تستفرد بالسلطة، وغيبت من الأطراف الخارجية التي لا تريد حلا سياسيا يضمن للليبيين سيادتهم على قرارهم السياسي وعلى ثرواتهم وعلى سياستهم الخارجية. واضح. أختم معك إذن سيد البكوش إن كنت في الاستماع. إذن تحدثنا في الجولة الماضية عن أن المبادرة الفرنسية تربط الانتخابات بتشكيل الحكومة، قلت بأنها هي التي يقصدها باتيلي المبادرات الموازية. سألتك لماذا لا يقصد كذلك، أو لا يمكن اعتبار أن باتيلي قد يقصد التحركات المصرية التركية أيضا؟ لم تقدم الحكومة المصرية أو الحكومة التركية أي مبادرات. المبادرة الوحيدة التي على الطاولة هي ما يقوم به الفرنسيون. وأعتقد أن الجميع يعرف بأن الفرنسيون غير مؤهلون للقيام بأي وساطة في ليبيا. فنحن نعرف في 2016 اعترف الرئيس الفرنسي بمقتل جنود فرنسيين يحاربون مع حفتر، وكان ذلك 4 أشهر بعد اختيار حكومة الوحدة الوطنية التي اعترفت بها فرنسا والتي اعترف بها المجتمع الدولي في قرار لمجلس الأمن. أيضا وجدنا أن السيناريو حفتر على طرابلس كانت العملاء الفرنسيين وصواريخ الجافلين متواجدة. فعلى هذا الأساس أعتقد أننا يجب أن نقول للفرنسيين ما قاله الأفريقيون للفرنسيين في الأشهر الماضية. طيب، السيناريو الأقرب للوقوع في اعتقادك مستقبلا ما يمكن أن يكون؟ أنا أعتقد أننا سوف نستمر في المراوحة في نفس المكان، بينما تتفاقم ربما الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية. لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب، ولكن أنا على ثقة كاملة بأن لن يتغير الوضع إذا استمر الليبيون في السكوت والاحتجاج فقط في المقاهي وفي البيوت. واضح. شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا. إذا كان معنا من طرابلس المحلل السياسي صلاح البكوش، من باريس أستاذ العلاقات الدولية صلاح القادري، ومن واشنطن أستاذ العلاقات الدولية إبراهيم هيبة. شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا. الشكر موصول لكم مشاهدينا ولجنود الخفاء في الإنتاج والإخراج. شكرا على حسن المتابعة. نلتقي في حلقات قادمة. شكرا وإلى اللقاء.